أهلا بكل مشاهدينا. ما فيش شك أن الزيادة السكانية واحدة من أهم التحديات اللي ممكن تكون بتواجهنا دلوقتي، وده لأنها بتلتهم عوائد التنمية والاستثمار وكمان معدلات النمو اللي بتحصل في الاقتصاد. أعتقد أن كان من الطبيعي أن الزيادة السكانية تكون من الملفات المهمة اللي مطروحة للنقاش في جلسات الحوار الوطني بمشاركة كل أطياف المجتمع المصري. ناس كتير قوي بتتساءل مالكم يا جماعة في التلفزيون بتتكلموا عن القضية السكانية ليه؟ إيه الحكاية؟ بتتكلموا عنها ليه؟ يعني إزاي عايزين تربطوا الحاجتين دول ببعض؟ أعتقد لما نتكلم عنها في الميديا السكانية لأن هي الآفة أو عدو التنمية الحقيقي، مفيش شك. أعتقد لما نبتدي نقول المشاكل اللي ممكن بتحصل منها، إيه اللي بيحصل وليه ساعات الناس بتبقى مش حاسة إنه المردود سريع بما يكفي، الناس تعرف ليه؟ صحيح. يمكن زي ما قالت منا، فكرة إن هي آفة حقيقية بتواجه أي دولة عظمى تحديدا، إلا لو ما استطاعتش اللي هي تقدر اللي هي تستفيد من هذه الكوادر البشرية. ومن أهم ما تملك مصر في الحقيقة هو المورد البشري، لكن لابد من يعني تقنين هذه الزيادة السكانية عشان نقدر اللي احنا نحس بسرعة بمعدلات التنمية، لأن بالتأكيد الزيادة السكانية هي تحدي. التحدي ده لازم يكون فيه معالجة على كل النواحي، سواء كانت الناحية الاقتصادية أو أيضا الثقافية المجتمعية، العادات والتقاليد والموروثات أيضا لابد من معالجتها اللي بتكون عامل مؤثر في قضية الزيادة السكانية. خلونا نعرف إيه أهم الملفات المطروحة على أجندة الحوار الوطني فيما يخص هذا الملف، ملف الزيادة السكانية، من خلال ضيفنا الكريم العزيز النائب أحمد عاشور، مساعد مقرر لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على السادة المشاهدين جميعا. سيادة النائب منورنا، أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا بداية كده نتكلم، القضية السكانية من أهم الملفات المطروحة في الحوار الوطني وعليها كلام كتير جدا. أعتقد أن آن الأوان أن احنا نتكلم في تفاصيلها ونقول ليه يعني الأغلب مهتم، وليه الدولة مهتمة، وليه احنا في الميديا مهتمين، وليه الناس بتسأل الملف ده مطروح بشدة ومهم جدا ليه. تمام، بداية احنا لازم نقول للسادة المشاهدين ايه قضية سكانية. قضية سكانية يعني عندنا عدد سكان ومعدلات مواليد أعلى من معدلات النمو الاقتصادي اللي هي متمثلة في الموارد الخاصة بالدولة كلها. فلما بيزيد معدل المواليد عن معدل النمو السكاني بتحصل هنا الفجوة والأثر الاقتصادي، اللي هو الشيء الوحيد اللي بيمس المواطن وأي مواطن في أي دولة. أهم شيء عنده أنه يشعر بأن فيه رفاهية اقتصادية بالنسبة له، صحيح. مورد، صحة، تعليم، دخل كويس متوفر ليه، كل وسائل الأساسية اللي بيحتاجها أي مواطن. طيب لما يبقى في خلل ما بين الزيادة السكانية والنمو السكاني، هنا بيحدث الخلل في التوازن. من هذا المنطلق لما نيجي نتكلم عندنا في الحوار الوطني ثلاث محاور أساسية، محور سياسي، وهتلاقي أن المحور السياسي ما بيهمش المجتمع بأكمله، بيهم النخبة السياسية اللي مهتمية بهذا الموضوع. صحيح. سواء كانت أحزاب، قوى سياسية، السادة النواب المهتمين بالأمور السياسية. المحور السياسي لو حضرتك قلت إن هو فعلا السواد الأعظم من الشعب بيشوف اللي هو غير مهم بالنسبة له، بالظبط، لكن هو بيلقي بظلاله على كل المحاور. بيلقي بظلاله على كل المحاور. أنا يعني بتدرج معاك في المحاور عشان نقول إيه المحور وإيه القضية المحددة اللي بتمس المواطن بشكل مباشر. لما نتكلم عن المحور الاقتصادي، ده المحور اللي بيلقى الاهتمام من المواطن في ظل الوضع الحالي اللي بيمر به العالم بأسره، كل المشاكل مشاكل اقتصادية. طيب المحور المجتمعي، ده المحور الخاص بالأسرة، أنت بتتكلم في نطاق الأسرة داخل جدران المنزل. طيب المحور الاقتصادي والمحور المجتمعي الاثنين فيهم ترابط، وخصوصا فيما يخص القضية السكانية. القضية السكانية مرتبطة ارتباط وثيق سواء بباقي القضايا اللي موجودة داخل المحور المجتمعي نفسه أو بالشق الاقتصادي. لو جميع القضايا اللي بتناقش في المحور الاقتصادي تم إيجاد حلول ليها في ظل وجود معدلات زيادة سكانية ماشية غير منضبطة على نفس الوتيرة، لن نشعر كمواطنين احنا او الاجيال القادمه باي تحسن في الوضع الاقتصادي. صحيح. يبقى اصبحت الحلول اللي بتوضع في المحور الاقتصادي مش هتجني ثمارها الا اذا كان في عندنا ضبط لمعدلات الزياده السكانيه. طيب نرجع نتكلم
على الزيادة السكانية. إيه أسبابها؟ هنتكلم إن الزيادة السكانية في كل دولة وفي كل مجتمع ليها أسباب مختلفة عن من دولة لدولة. في دول عندها عجز في السكان بتنادي بزيادة السكان، في دول عندها مشكلة في الزيادة السكانية بتحاول تحل هذه المشكلة. كل دول العالم في المؤتمر السكاني الأخير اللي اتعمل هنا في جامعة الدول العربية من حوالي 10 أيام تحديدا، أطلقوا مبادرة إن حل المشكلة السكانية لازم أن يكون باللامركزية. ما ينفعش يتم وضع ضوابط ثابتة ومحددة العالم كله يمشي عليها عشان نحل المشكلة السكانية. صحيح. تختلف من دولة لدولة حسب الظروف الخاصة بكل دولة. بالظبط كده، تختلف من محافظة للمحافظة. ممكن الضوابط اللي تضعها في محافظة القاهرة أو اسكندرية ما تتناسبش مع محافظة بني سويف، مع المنيا، مع سوهاج، لأن كل محافظة ليها طبيعة جغرافية معينة، ليها عاداتها وتقاليدها المختلفة عن المحافظة الأخرى. صحيح. أسباب المشكلة السكانية عندنا في مصر أغلبها موروثات اجتماعية. موضوع حساس محدش بيحب يتكلم فيه. الأولاد عزوة، كثرة الإنجاب خير، برضو عايزين أولاد، جبنا بنت اتنين عايزين ولد، كلها دي حاجات ملفات شائكه محدش يعني بيحب. يعني ده مؤشر من مؤشرات اللي بنقول عليها انه في فقر هنا في الوعي، او فقر في التوجيه، او فقر في التعامل مع الظروف. بنبتدي نستثمر بدل ما نبتدي نستثمر في ولد او اتنين ويتعلموا كويس، ولد او اتنين وصحتهم تبقى كويسه، لا احنا نجيبهم كتير ونستخدمهم هم كمصدر للدخل. بالظبط كده. ده موروث اجتماعي يعني بنرسه من القدم. عندنا كمان جزء كبير منه خاص بالأمية، برضو كلما انتشرت الأمية كلما قل الوعي، كلما برضو الإنسان ما يعيش يعني إيه زيادة سكانية، يعني إيه يبقى عندي خمس أولاد مش عارف أعلمهم بشكل كويس، مش عارف أوفر لهم الخدمات الأساسية ليهم. ده جزء برضو من أسباب الزيادة السكانية. عايز أقول حاجة كمان، إن اختزال القضية السكانية نفسها في معدل الزيادة السكانية ده بيبقى ظلم من القضية السكانية. ده احنا لازم ننظر ليها على ان معدلات الزيادة هي الأساس. صحيح. ولكن التوزيع السكان داخل الدولة توزيع غير عادل. احنا أكثر من 90% من سكان مصر البالغ النهاردة حوالي 104.5 105 مليون بيتوزعوا على وادي النيل والدلتا. ويمكن ده 8%. ده تحديدا اللي كان فيه نظرة صائبة من الدولة طبعا تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفكرة إنشاء المدن الجديدة والظهير الصحراوي للمحافظات. بالظبط كده. ودي حضرتك برضو لما نيجي نرجع، احنا بداية نظرة الدولة لمشكلة الزيادة السكانية من أيام الرئيس عبد الناصر. بس من فترة الرئيس عبد الناصر وحتى تاريخه لحد 2014 ما كانش فيه استراتيجية واضحة لمناقشة المشكلة السكانية. صحيح. كان بيتم مناقشتها بإنشاء برضو مجلس قومي خاص بالسكان، بس كانت فترة السياسة فيها غير مستقرة، في أوضاع وفي مشاكل وكانت في حروب 67-73، فما كانش ذات أولوية في الوقت الحالي في الوقت ده. ولكن لما نتكلم من 2014 لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية يرد بند كامل في الدستور عن دور الدولة في توفير كافة الأمور والرعاية الكاملة للأسر المصرية، وعن وجود الدولة وليها دور أساسي في ضبط معدل السيادة السكانية بما يتناسب مع الموارد المتاحة للدولة، عن دور الدولة في الاستثمار في الموارد البشرية بصفة عامة. ده دور هام للدولة، والأول مرة يرد أن الدولة لازم يبقى ليها دور في السكان فيما يخص الدساتير. أطلقت سنة 2015 الاستراتيجية الوطنية للسكان. صحيح. المجلس القومي للسكان انشئت لأول مرة وزارة للسكان. فتلاقي ان الفترة الأخيرة اصبح ان هذا الملف من الملفات التي لها الأولوية على بالنسبة للقيادة السياسية في الدولة. طيب، ترجم كل ذلك فإن لما دعا رئيس الجمهورية لإجراء حوار وطني شامل لوضع أولويات العمل في المرحلة القادمة، كانت القضية السكانية جزء أساسي في المحور المجتمعي من ضمن 19 قضية هما الأهم والأولى في الفترة القادمة. اتحدد ليها أربع قضايا فرعية متمثلة: تشخيص الحالة السكانية لمصر من ناحية التعليم،
ناحية الصحة، التوزيع داخل الأراضي المصرية، أماكن الكثافة، إيه المطلوب فيها. جزء تاني خاص بزيادة الوعي وتنمية الأسرة المصرية نفسها. الحالة الصحية الخاصة بالسكان. التوزيع الجغرافي الخاص بالسكان بإنشاء مدن جديدة ويتم توزيع السكان فيها. فكان القضية السكانية لها الجزء الأكبر من المقترحات اللي وردت كمان سواء من الأحزاب أو من القوى السياسية في خلال الفترة اللي فاتت. أكيد أكيد. طيب لو إحنا هنتكلم على أهم المقترحات والتوصيات اللي وصلت لحضراتكم في لجنة السكان. تمام. شوف يا فندم، إحنا وصل للحوار المجتمعي وصل له عدد كبير جدا وآلاف من المقترحات. كان نصيب المحور المجتمعي 34% منها. ما يخص القضية السكانية 11%. وصل مقترحات من جميع الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني والقوى الوطنية. وصلت مقترحات من خبراء ومتخصصين من جامعات مراكز. أهم بقى المقترحات دي، أهم المقترحات، شوف يعني هقول لحضرتك على حاجة، يعني كيف ينظر الأحزاب إلى هذه القضية مثلا؟ الشيء الوحيد اللي ليس فيه خلاف بين جميع القوى الوطنية المشاركة داخل الحوار الوطني إن إحنا عندنا قضية سكانية وعندنا مشكلة سكانية. كويس قوي. قد يكون القضية الوحيدة اللي الكل متفق عليها. هي آلية الحلول ورد لنا أكثر من حوالي 15,000 حل. إحنا في خلال الفترة اللي جاية 15,000 حل، مش كلها حلول صائبة. مش كلها حلول صائبة. إحنا فيما يخص أنا ما أقدرش أقول لحضرتك إيه الحلول وصلتني في الوقت الحالي. ليه؟ ده صحيح. لأن هذه المقترحات هيقدموها أنا أصحاب. دوري كمقرر مساعد دور محايد. أسمع أدون مصير. هذه المقترحات نعرض على مجلس الأمناء للقيام بدوره بالعرض على رئيس الجمهورية. فالمقترحات هيقدموها وتكون مذاعة بشكل مباشر زي باقي اللجان. صحيح. كل قوة أو كل متخصص بيعرض وجهة نظره. ممكن أنا أنقل وجهة نظر كبير أو متخصص أنقلها بشكل خاطئ، بشكل غير مفهوم، غير اللي هو يقصده. ولكن لما نيجي نتكلم الحلول هتيجي منين؟ احنا عندنا دول حلت المشكلة السكانية، وعندنا بعض الدول العربية حلت القضية السكانية أو المشاكل السكانية عندها. كلها بتتلخص في 4 محاور رئيسية، يعني هتجمع كل المقترحات اللي جات هتلخص في 4-5 حاجات. يا إما بنصوص تشريعية صارمة، الوعي، التكاتف المجتمعي، التعليم، توفير الخدمات الصحية. أنا عشان أنادي بضبط الأسرة أو تنظيم الأسرة لازم أكون موفر لهم جميع الخدمات الصحية اللي تساعدهم إن هم يحققوا الأهداف اللي عايزاها الدولة. صحيح. طب هل الدولة بدأت في الحاجات اللي زي دي؟ أه بدأت فيها. لما نتكلم ونرجع لحياة كريمة من 2021 وبدأت تقام في جميع القرى اللي موجودة في مصر حوالي 4,000 قرية مراكز صحية كاملة ومتكاملة. علشان لما نيجي نطبق سياسة خاصة بضبط معدلات الزيادة السكانية لازم أكون موفر للمواطنين جميع الخدمات والوسائل المطلوبة منهم عشان يحققوا أهداف الدولة اللي عايزها. طيب خليني أخد من سؤال عبد الصمد وبأستأذنك عبد الصمد هاخد منه كده وأعيد صياغة جزء منه وأطرحه تاني. فكرة عبد الصمد أعتقد كانت قائمة مش على إحنا يعني مش عايزين تسريب للي ما تم طرحه، ولكن القوى زي ما حضرتك بتقول اتفقت على القضية الرئيسية سكري. ولكن دايما كل واحد بيبقى له وجهة نظر مختلفة. تمام. في المعالجة، ولكن أعتقد برضو أن مش هيبقى في مجال قوي للاختلاف على أن الناس عايزة نصيب الفرد يزيد في الاقتصاد. بالزبط. عايزة جودة تعليم، عايزة صحة أفضل، عايزة خدمات تحس بيها أسرع، عايزة رخاء اقتصادي. فدي حاجات أعتقد مهما كان في أفكار قد تكون مختلفة ولكن لن يختلف الأفراد على الحاجات دي. متخيلين أنه بزيادة حصة الفرد في الدخل الأسري أو بزيادة المخصص للفرد في الدخل الأسري ده هينعكس على الناس. لما الناس توصل لها الفكرة دي مش هتعمل التعديل منها لنفسها على طول؟ بتختلف من شخص لشخص. صحيح. احنا قاعدين متفقين مع بعض، احنا كثلاث افراد قاعدين مع بعض كل واحد بيبقى ليه وجهه نظر. ولما نيجي نتكلم عن حاجه موروث اجتماعي بقى جزء اصيل من حياه الانسان، يعني اي شخص فينا حياته والموروثات اللي ورثها الاجتماعيه جزء اساسي من شخصيته.
ولذلك يعني لما نيجي نتكلم عن الدول اللي حوالينا والدول الاوروبيه والدول العربيه حلت المشكله السكانيه ازاي؟ دوله زي ايران واندونيسيا حلوها عن طريق رجال الدين. سلطنه عمان كان جزء اساسي من تدريب الخطباء اللي بيخطبوا داخل المساجد، جزء اساسي من الخطبه عن زياده السكان واخطرها واهميه ضبط العمليه السكانيه. في عندنا جزء كبير بيدخل فيها برضه في موضوع تنظيم الاسره راي دين. لازم نرجع لاراء الدين برضه فيما يخص موضوع القضيه السكانيه والزياده السكانيه وتنظيم او ضبط عمليه الايه؟ عمليه الاسره. كل هذه امور لازم متشابكه، يعني هي من القضايا الحساسه. ولما بنيجي بنتكلم يعني احنا عارفين ان في مشكله، وتلاقي كتير جدا واحد بيتكلم وبيناقش المشكله وتساليه طب انت اسرتك ايه؟ معايا خمس اولاد. ما هو اصل العيل بيجي برزقه. العيل بيجي برزقه. طيب. ده بقى الحاجات اللي هنقف بقى تحديدا عند عباره العيل بيجي برزقه دي، لان فيها كثير من الكلام والاقاويل وكثير من الثقافات والموروثات لدى المواطن المصري تحديدا. واهلنا في الريف وكلنا يمكن من الارياف، لكن هنطلع فاصل والحديث لسه مستمر مع سيادة النائب أحمد عاشور مساعد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني. دلوقتي نطلع فاصل سريع ونستمر معكم في سرد تفاصيل القضية السكانية وكيف يمكن معالجة هذه القضية. بحضرتكم من جديد النائب أحمد عاشور مساعد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني موجود معانا في الاستوديو، وبنستكمل معاه كلامنا عن القضية السكانية. قبل ما نطلع الفاصل كان أحمد بيتكلم عن أن العيل بيجي برزقه، دي من الحاجات المطروحة دايما ما بين أن العيل بيجي برزقه والأسعار نار ومعايا خمس ست عيال مش عارف أربيهم حوكلهم منين. دول ما بنبقاش عارفين لما الناس تقول الكلمتين دول، يا أخي أنت إزاي متناقض في كلامك كده؟ إزاي الناس بتبقى عندها تناقض كده وفي الآخر بتيجي تقوم قايلة برضو إنها عايزة الوضع يختلف؟ شوفي، هو في حضرتك نظرتين بينظر ليهم خطأ في موضوع القضية السكانية. فيما يخص القضية السكانية والعدد السكان الكتير مع القوة الشاملة للدولة وعدد السكان أو حرية الفرد في إنه ينجب العدد اللي هو عايزه. في ناس بتنظر ليه إن الدستور بيقول حرية، أنت حر ما لم تضر. بالظبط. هنا بقى بنقول إيه؟ إن حرية الشخص لو تعارضت مع المجتمع أو مع حرية الجماعة يبقى ما أصبحتش حرية، بقت أصبحت حرية مقيدة. فلما يجي حضرتك يكون الزيادة السكانية هتصل للدرجة اللي الدولة مش هتستطع قصادها إنها توفر الخدمات الأساسية للمجتمع، يبقى أصبحت إن القضية السكانية قضية أمن قومي. قضية أمن قومي. يمكن أنا في أحد اللقاءات شبهت القضية السكانية وكثير من المتخصصين بيصفونها قضية أمن قومي. صحيح. لأن لما يزيد عدد السكان بالدرجة اللي لا تستطيع الدولة إنها توفر الخدمات الأساسية للمواطنين مش هيبقى في دولة، يبقى كده كلنا تضررنا. لما ننظر ليها برضو نظر على إن زيادة عدد السكان ينظر ليه عالميا على إنه جزء من القوى الشاملة للدولة، بس بشرط ان تكون هذه الزياده زياده منضبطه في حدود امكانيات وموارد الدوله، مش الزياده اللي تخلي الدوله ما تقدرش توفر تعليم مناسب، صحه مناسبه. احنا عندنا 50% عجز في المستشفيات، عندنا حضرتك المبلغ اللي داخل في الوقت اللي الدوله فيه كمان بتتجه لمظله تامين صحي شامله علشان تقدر تقدم مزيد من الدعم الصحي. بالظبط. فلما نيجي نجد حضرتك اني الدولة هنا مش هتكون زيادة السكان من منطلق القوى الشاملة للدولة، لا، ده هتضعف أداء الدولة. عندنا معدل النمو الاقتصادي في آخر موازنة في 2022 5.6. اقتصاديا لابد أن يكون معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف النمو السكاني. احنا عندنا معدل النمو السكاني 3.6. يبقى في الناحية الثانية لازم المعدل النمو الاقتصادي عشان احنا كمواطنين نحس ان احنا مستقرين وامورنا كويسه، ما فيش تضخم، متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ومن الميه ومن كل ما هو موجود داخل الدوله عالي، لازم يكون معدل الزياده النمو الاقتصادي
ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني. صحيح. يعني اضرب 3.6 في 3 بنتكلم في حوالي 11%. نتكلم على 11%. وحضرتك قلت حاجه في غايه الاهميه سياده النائب، فكره ان لازم يكون معدل النمو الاقتصادي ثلاث اضعاف النمو السكانيه او النمو السكاني. وجهه النظر دي اعتقد بيتفق مش وجهه نظر معك، دي يعتبر نظريات اقتصاديه متعارف عليها. بيتفق معك فيها الدكتوره نيفين عبيد اللي موجوده معانا دلوقتي على الهاتف، مقرره لجنه القضيه السكانيه بالحوار الوطني. صباح الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، صباح النور، يا مرحب، سعيده بسماع صوت النائب احمد عاشور، واتمنى لكم يوم سعيد وان شاء الله خير، وصباح الخير يا مصر. يا رب، يعني احنا سعداء بوجود حضرتك طبعا معانا في حضره طبعا النائب احمد عاشور. لكن في البدايه عاوزين نعرف من حضرتك يا دكتور في الحقيقه اهميه طرح ملف زي ملف القضيه السكانيه والزياده السكانيه تحديدا في الحوار الوطني. صحيح، وسؤال جيد جدا كبداية للنقاش. بالقطع احنا محتاجين نناقش القضية السكانية. نعم. حتى لو تنوعت المدارس حول تفسير الزيادة السكانية، لماذا الزيادة السكانية؟ مما لا شك فيه القضية السكانية قضية تنمية، هي قضية لب قضية التنمية. لو عايز تعمل تنمية كويسة للدول النامية اللي على غرار حالة مصر، لازم تفكر في السكان وفي تنوعهم، وازاي تقدر تحولهم انهم يكونوا مفيدين في عملية التنمية وقاطرة ليها للأمام، مش معوق للتنمية يرد الدولة إلى الخلف. فالحقيقة أنا بحيي الناس اللي فكرت أن القضية السكانية أحد قضايا المحور المجتمعي، لأن كمان القضية السكانية وعلى حسب يعني ده مداخلة الشيخ النائب أحمد عاشور، أن هي كمان ليها بعد اقتصادي واجتماعي. هي مش قضية اجتماعية فقط كما يظن البعض، ان هي اشكالية وعي منفصل او مستقل عن انك تقرا الصورة بشكل كامل. عايز تحالج الزيادة السكانية وتقلل من عددها، لازم تفكر في مخصصات الانفاق على التنمية، لازم تفكر في تكافؤ الفرص بين السكان والمناطق الجغرافية المختلفة. وانا اعتقد ان احنا عندنا محاور جيدة جدا للنقاش في الحوار، وطيب وتجب عدد من التفاصيل ان شاء الله. يعني سياده النائب احمد عاشور وانا نقدر ندير حوار بناء قادر على بناء توافق مع اطراف مختلفه مهتمه بالعمليه التنمويه في مصر والقضيه السكانيه. عندنا شغل حوالي تشخيص القضيه السكانيه، لان هناك تباين حول اسباب الزياده السكانيه. عندنا شغل حوالين ازاي ننمي الخصائص السكانيه، الخصائص السكانيه اللي هي ما يتعلق بالتعليم والصحه والعمل ومواجهة الأزمة الاقتصادية اللي بتمر بها البلاد. عندنا إشكالية حوالين كمان تنظيم الأسرة وتنمية الأسرة، وهنا الموضوع مش بس في وسائل تنظيم الأسرة وإنما كمان في الفئات النوعية اللي جوه الأسرة. خليني أخد من كلام حضرتك دكتورة نيفين وأتكلم مع حضرتك في خصائص القضايا السكانية وخصائص السكان اللي موجودة في مصر. يمكن واحد من المداخل اللي كانت الناس بتتكلم فيها في فترة من الفترات إنه إحنا براحتنا نخلف زي ما إحنا عايزين، دي قوة ممكن تكون بتضاف أو دي قوة اقتصادية لو تم استخدامها أعتقد، يعني بيدوا أمثال بدول ذات كثافة سكانية عالية، بالرغم من إن الخصائص السكانية للناس أو لقاطني الدولة قد تكون بتختلف. أعتقد بتفرق جدا لما تبقى الخصائص السكانية ضعيفة، الأطفال عندها تقزم أو أمراض سوء تغذية أو عدم وجود جينات قوية، يعني غير لما تبقى الأمور ميسرة للمواطنين اللي في الدول الأخرى. لو دخلنا من المدخل ده ووضحنا الفرق اللي ممكن يكون في الخصائص السكانية، هل ده يقفل الباب شوية في الكلام بتاع أنا من حقي أخلف زي ما أنا عايز، أنا براحتي، ده ممكن يساعدنا أكتر، أنتوا اللي مش عارفين تتصرفوا إزاي؟ طب بص يا أستاذة منى، هو لو إحنا بنشتغل على الحد من الزيادة السكانية بقالنا أكتر من 40 سنة على الأقل، يعني في الستينات في اهتمام بفكرة الزيادة السكانية في مصر، عشان بحضرتك، واحنا عندنا نفس الخطاب بنسبه كبيره لا يتغير، يبقى اكيد احنا محتاجين نعيد الخطاب اللي بنوجهه له. صحيح. لازم نسال انفسنا، ليه الناس ما بتقتنعش بالرسائل اللي بتقدمها الدوله او الوزارات او الحكومات المنطقه؟ ليه بتحصل زياده سكانيه رغم ان عندنا جهود في التنميه او قادرين نقول ان احنا بنعمل؟ في جزء كبير من اسباب الزياده السكانيه، وده شيء لازم مهم ان احنا نطرحه بقوه. نعم.
هو مسببات الفقر. المواطن والمواطنة المصري، انت عندك ارتفاع في الزيادة السكانية مرتبط بارتفاع معدلات الفقر، بمعنى صحيح الصعيد يجيب عيال اكتر من الدلتا، الريف يجيب عيال اكتر من المدينة. اذا انت كل ما بتحسني الاوضاع الاقتصاديه الاجتماعيه، كل ما المواطن ممكن يكون بيقف جنبك مش بيقف قدامك، يعني مش بيقاوم سياسات الدوله وانما بيستجيب بسياسات. انا سالت استاذه منا المذيعه المتعلمه اللبقه اللي عندها امكانيات وحظت بقدر من التعليم و و و، استاذه منا ممكن تجيبي كام عيل في المستقبل؟ هتقول لك مش هتزود عددي. هي عندها اثنين. لكن لو سالتي لكن لو سالتي واحده في سن الاستاذه منا في اسيوط تحديدا، دكتور دكتور بس احنا الاعلى انجابا او في مصر، الفكره واصله جدا يا دكتور. حضرتك حضرتك هتميلي لكام عيل؟ هتقول لك هميل اتجوز ابن عمي من الاساس، صحيح، واخلف علشان الميراث ما يطلعش بره البيت. والحقيقه انا لا هقدر اتعلم ولا انسى عشان المسائل دي بتزيد علينا. دكتوره نيفين، هي فكره حضرتك واصله، دكتوره نيفين فكره حضرتك واصله، لكن لابد ان يكون هناك إجراءات، مش عاوز أقول إجراءات رادعة، لكن إذا تحدثنا عن فكرة خلف كما تشاء ما عنديش أي مشكلة، لكن أنت اللي ملزم بتربية هؤلاء الأطفال. وجهة نظر حضرتك إحنا إيه؟ ممكن صح، إحنا مش من مصلحتنا نقول إن إحنا هنقول إجراءات رادعة، هنسميها محفزات. محفزات محفزات ده حقيقي، لان انا ما ينفعش انت تخلف 10 عيال وزي ما بنشوف ويشتري رؤيتنا وكلامنا بدل ما يبقى شايف انه محل هجوم ومقاومه. صحيح. حفزات الايجابيه ممكن تكون حاجات كتير، اولا فرص عمل في اجهزه الدوله للاسر القصيره للاسر الصغيره. تمام. ممكن تكون مجانيه التعليم حقيقيه. خلي بالك انت فقدت اشياء كتيره مع الوقت، يعني ما تقدرش تقول ان التعليم الحكومي في مصر تعليم مجاني. لكن ممكن تقول انا مثلا هدي تعليم جامعي جيد للاسر الصغيره اللي تقدر تخلف اثنين بس. صحيح. هعمل نوع من تيسيرات الحصول على القروض ورياده الاعمال والدخول في حركه الاقتصاد المفتوح او الشمول المالي لو مع اسر، لو ادتني اسره صغيره. نعم. بحيث ان المواطن يرى ان هناك مصلحه، ما انت لازم تخلق له مصلحه يا استاذ. صحيح. لو ملوش مصلحه في سياسات الدوله هيتحول لنقيضك، انما انت لازم تخليه طرف معاك في اللعبه. نعم. وده اللي بتفتقده مصر في احيان كثيره على فكره. وده دور حضراتكم، وعندنا يعني كلنا امال في ان شاء الله يعني يكون مخرجات هذا الحوار هي مخرجات جيده تنصب في مصلحه المواطن المصري اولا كي تحيا مصر بنا جميعا. بنشكر حضرتك الدكتوره نيفين عبيده، مقرر عبيد، مقرر لجنه القضيه السكانيه بالحوار الوطني. نرجع ونكمل حديثنا مع سياده النائب احمد عاشور، احنا طولنا على حضرتك انا عارف. لا يا فندم، لا براحتك يا فندم. رايك ايه في المحفزات الايجابيه؟ احنا انا خدت سؤال منك هي اللي هتقوله. انا هطمع سؤال. المحفزات دي اهم حاجه. المحفزات هي الاساس اللي هيحل المشكله، مع برضه زي ما انت قلت مش اجراءات رادعه، قانون صارم، يكون هناك قانون يتم تنفيذه بالشكل، يكون هناك قانون يتم تنفيذه بالشكل اللي تستطيع فيه الدوله انها تحقق برضه ايضا محفزات ايجابيه وسلبيه. محفزات ايجابيه بمعنى ان يكون في حافز للي يلتزم بمولود او بمولدين. صحيح. سلبيه سواء كانت بسحب دعم او بخلافه، وده جزء من مقترحات كتير متقدمه. يعني زي ما قلت لحضرتك برضو نحب ان مقدمي طلبات الاقتراحات يعرضوها هم بنفسهم في هذا المجال، ولكن هي جزء اساسي، وكثير من الدول اعتمدت عليه في حل القضيه السكانيه، بالاضافه للوعي والتكاتف المجتمعي اللي موجود بين جميع طوائف المجتمع من مؤسسات مجتمع مدني، وزارات معنية بهذه القضية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة الإسكان، التوسع في المناطق العمرانية، ودي يمكن دي الخطوات اللي اتجهت ليها الدولة في خلال الفترة. من ضمن الخطوات دي سيادة النائب، أو يمكن دي الحاجة اللي بتميز الجمهورية الجديدة، التكامل اللي بيحصل ما بين المشروعات المختلفة وما بين الأطراف المختلفة، سواء بقى بشكل رسمي أو بشكل أهلي. احنا عندنا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أعتقد وارد جدا أنه يتم الاستفادة منه في حل القضايا السكانية. يعني هو هيساعد هذا المشروع، يعني ضبط معدلات الزيادة السكانية هتساعد في حل هذا المشروع، لان زي ما قلت لحضرتك
مهما نجحت اي قضيه من القضايا المطروحه للحوار في انها تصل لمقترحات ومخرجات هتفيد المجتمع، كل ده هيتآكل طول ما في غول كبير موجود متربص بكل هذه النتائج. زياده سكانيه معدلها عالي، احنا حضرتك كل 15 ثانيه بيولد مولود، بيولد طفل كل 15 ثانيه. يعني حضرتك لو واقف قدام الجهاز المركزي للتعبئه العامه والساعه السكانيه، انت بمجرد انك تقف في الاشاره دقيقه بتلاقي ارقام فظيعه اتغيرت قدامك. كل 15 ثانيه بتزود واحد. يعني في فتره الساعه اللي احنا قاعدين كده في، يعني احنا قاعدين في الساعه، احنا قاعدين في قضيه سكانيه، في قضيه سكانيه. المشكله في حاجه، يعني العدد السكان ده بالسن المتقارب ده في وقت معين برضه هتلاقي بعد 15 سنه هيبقى كل ثانيه طفلين. نعم. يعني احنا بنتكلم على حلول، والحلول ممكنه طول ما في اراده وفي سعي، والحمد لله احنا متوفر لدينا هذه الاراده، ويمكن شفنا من خلال الجلسات، يمكن بنتكلم على جلستين، جلسه حصلت في اول اسبوع وجلسه اخرى بالامس وغدا ايضا في جلسة جديدة من جلسات الحوار الوطني، اللي كلها بتدينا أمال وبتدينا طاقة وتفاؤل بأن القادم هيكون أحسن، والقادم هيشارك فيه كل المصريين باختلاف ألوان طيف، سواء كان السياسي أو باختلاف الفئات والأعمار والتوجهات المصرية بشكل عام، لأن دائما وأبدا الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. بنشكر حضرتك النائب أحمد عاشور، مساعد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، شكرا لك. يا أهلا وسهلا، شكرا.